أريج احتضن المركز الثقافي العربي في منطقة أبو ربماني بدمشق ندوة حملت عنوان 40 عاما ناية للإنسانية والحياة، بمناسبة مرور 40 عام على تأسيس جوقة الفرح بمشاركة أسرة الجوقة ومؤسسة الأب الياس زحلاوي. لنحكي أكثر عن هالندوة ونسلط الضوء على ومضات من عمر الجوقة وتاريخها، خلونا نستضيف الناقد الإعلامي ملهم الصالح. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على الشاشة الإخبارية. يسعد صباحكم وصباح مشاهدي الإخبارية السورية. أهلا وسهلا فيك أستاذ ملهم. يعني الندوة حملت مثل ما ذكرنا 40 عاما ناية للإنسانية والحياة، كيف قدرتوا تقاربوا هالسنوات من الإبداع لهالجوقة؟ الحقيقة هو كانت مهمة صعبة مثل ما تفضلتي أن تقاربي يعني 40 عام بساعة ونصف أو بأمسية حوارية، لكن كان لابد من هذه الوقفة يعني احتفاء بجوقة الفرح لما قدمته وما أنجزته. والحقيقة أن جوقة الفرح لا أعتقد أنها الآن في المشهد السوري هي مجرد جوقة، بل هي ظاهرة استثنائية أكيد حققت الكثير من الإنجازات وأيضا على المستوى المحلي والعالمي، وكانت صوت دمشق بالخارج تماما. فكان لابد من هذه الوقفة الاحتفائية بالجوقة بهذه المناسبة، لأنه الجوقة تأسست عام 1977 واليوم نحن يعني عم نودع عام 2017، فكان لابد من يعني هذا الاحتفال. طبعا صعوبة هذا الاحتفاء كان في هذا التوقيت، لأنه مثل ما بتعرف وأيضا كانت الإخبارية السورية من أولى القنوات الوطنية التي يعني واكبت أنشطتهم لعام 2017. مؤخرا يعني في شهر الميلاد كان عندهم ثلاث أنشطة: الأمسية الميلادية في كنيسة الزيتون، وأيضا بروفا الميلاد المسرحية التي عرضت في دار الأسد للثقافة والفنون، وأيضا ضلك ضوي هي مجموعة من الأمسيات التي قدموها في حلب. بس أكيد نوجه تحية لكل فرقة جوقة الفرح وأكيد للمؤسس الأب الياس زحلاوي. خلينا نحكي قديش فيها يمكن مسؤولية أو صعوبة تختصر 40 عام من تاريخ خلال ندوة مدتها ساعة ونص. يعني لما نقول أنه بدنا نحكي عن ومضات من عمر الجوقة، بتحس أنه لا، هي الفعالية أجمل، هي هذا النشاط اللي كان له وقع خاص على الأرض أجمل. هون في تحدي لإلك ومسؤولية لتحكي عنها بشكل موسع إذا فينا نقول. تمام نور. هلأ يعني الجوقة هي من تأسيسها وهي تقدم الأمسيات الغنائية خلينا نقول، أو التراتيل أو الترانيم، فلدى المتلقي هي معروفة بهذا النمط، لكن الغير معتاد أن تحاوريهم، أن تحاوري قادة الجوقات الفرعية التي تفرعت عن الجوقة الأم اللي هي يعني جوقة الفرح، وأن تحاوري أيضا مؤسسها. تمام، كيف كانت البداية، ما هي التحديات، ما هو خلف الكواليس. فلم يكن يعني كل الدرب ورودا بالنسبة لجوقة الفرح، كان الكثير من التحديات والكثير إذا جاز التعبير من الخيبات، لكنهم عادوا من خلال طبعا المؤسس الأب الياس زحلاوي أطال الله في عمره وفي عطائه، يعني كان دائما ينهض ودائما يواكب. بالتالي أشرتي نور إلى نقطة هامة، يعني هو تحدي كبير لكن كان لابد منه. وبالحقيقة الأمسية تركت الكثير يعني من الانطباع الإيجابي، وأيضا يعني كل يعني أكاد أجزم أن كل من حضر خرج بطاقة إيجابية ربما سيقابل العام القادم بكثير من الفأل والأمل من خلال هذه يعني الطاقة الإيجابية التي منحت. رنمنا للميلاد في هذه الأمسية أيضا، وأيضا حاورنا الأب الياس الزحلاوي، ولكن كما قلتي كان الوقت ضيق، لكن كان التركيز أو الاستراتيجية الهامة لهذه الحوارية هي النقاط الأساسية التي يعني فتحت الأفق تجاه النقاط الأساسية للاستمرار، يمكن للاستمرار ولفتح الأفق. يعني كيف انطلقت هذه الجوقة من المحلية، أو دعيني أقول قبل المحلية، كيف انطلقت أو كيف خرجت من جدران الكنيسة. الجوقة الكنسية كجوقة الفرح هي دائما محصور أداء كما يقال، يعني خدمة الطقوس الكنسية داخل جدران الكنيسة، لكنها الجوقة الأولى التي خرجت خارج جدران الكنيسة إلى المتلقي. بالتالي هناك معايير وأهداف كان يعني كان قد وضعها الأب الياس الزحلاوي، على سبيل المثال منها أنه إنتاج يعني ترانيم أو تراتيل تخاطب أي مؤمن بالله،
دون التمييز بين طائفته أو دينه يعني. فكان الكثير من الترانيم مثلا التي سمعها أي إنسان مؤمن بالله يعني يشعر بروحانية أو ستلامسه بالتأكيد. أيضا مثلا أخذت خط المنادات بحق الحياة والكرامة والحرية والفرح لكل إنسان وخاصة الإنسان العربي. أيضا اشتغلت على إحياء التراث الموسيقي. الأهم من أعتبر أيضا من الهام الذي يضاف إلى هذا أيضا أنها لم تقدم فقط الموروث بل أنتجت يعني نتاج خاص فيها. نعم. سواء على صعيد الترانيم أو على صعيد الأغاني. حافظت على الموروث وقدمت له شيء جديد وأضافت. تماما تماما. من أهم المحطات أريج كانت مثلا تعامل مع الكبير الراحل وديع الصافي. كان التعارف في عام 84 أول أمسية يعني كانت بالتشارك مع وديع الصافي في كنيسة سيدة دمشق كانت عام 1988. هذه يعني هذه المرحلة مرحلة نور أساسية في حياة جوقة الفرح بتصريح من الأب الياس زحلاوي أنها فتحت الأفق للجوقة خارج الكنيسة. أيضا لاحقا أيضا أمسيتهم مع زكي ناصيف. أيضا جولتهم في أو قبل في كان أيضا لهم أمسية بال 2001 أو أولى الأمسيات المشتركة التي كانت تنادي بالإخاء أو تؤكد الإخاء بين مسيحي ومسلمي سوريا كانت مع الشيخ الراحل حمزة شكور في كنيسة الزيتون. وأيضا استمرت هذه الأمسيات وتتالت. إذن هذه المراحل أساسية على صعيد التعامل مع الكبار. الآن أيضا كانت مرحلة هامة جدا مراحل الجولات. يعني تخيلي عام 2006 دعيوا إلى إقامة أو إلى المشاركة في مركز جون كينيدي بأمريكا وكان الموعد بعام 2009. فعندما ذهبوا إلى أمريكا شاركوا كانت جوقة الفرح قد يعني لتشارك في مركز جون كينيدي واستغلوا هذه يعني الذهاب إلى أمريكا لكي يعني كي لا يشاركوا في هذه المهمة فقط بل يعني نتيجة يعني من خلال علاقاتهم سعوا إلى أيضا أن يقيموا حفلات في ولايتين أخريتين. أيضا جولتهم مؤخرا عام 2016 تخيلي نور برغم الأحداث والآلام التي تواجهها سوريا جاءتهم دعوة من فرنسا فلبوا لكي يقولوا كان صوتهم أقوى تماما يمكن الصدى وصل بفرنسا وكان لها صدى كتير كبير هالأمسية الميلادية. يعني تخيلي هم دعوا من جمعية لإغاثة مسيحيي المشرق فذهبوا إلى فرنسا 114 طفل زائد 36 ما بين إداري وموسيقي يعني 150 التوتال وأقاموا مجموعة من الأمسيات هي الرسالة الأساسية للجوقة نشر المحبة والإخاء والسلام. تمام. أنا لما يكون لما يعني أنت من خلال هي الجوقة تكون بفرنسا بعز الحرب وعم نحكي لإغاثة المسيحيين في المشرق اللي عم يتم هلأ تهجيرون والمعاملة معهم بطريقة سيئة من قبل الغرب. يعني أنا كنت بدي أقول أنه هناك جمعيات تدعي بالإنسانية كانت يعني من خلال عنوان إغاثة مسيحي المشرق وكأن المسيحي المشرق يعني بين فكي كماشة يعني كما يقال. لكن ذهبت الجوقة وأقامت أمسيات في عدد من الكنائس وغنت من ضمن ما رنمت ورتلت طالع البدر علينا في وسط الكنيسة الفرنسية. هذا كله في أكثر من معلم آثاري في فرنسا غنوا النشيد السوري. هذه الرسائل التي حملتها جوقة الفرح. ذهبوا لمن يكيدوا لسوريا بالحرب وبالمؤامرة ذهبوا لهم بالحب هي الصورة اللي ما حابين يشوفوها أساسا يعني إذا بدك تماما. فلذلك هذه الجوقة كما قلت يعني في البداية كانت لها إنجازات على المستوى المحلي وأيضا على المستوى العالمي بالإضافة إلى ما تقدمه طبعا يعني من أمسيات ميلادية في المشهد السوري سواء في دمشق أو تسعى إلى أيضا إقامة أمسيات عديدة في أيضا في الجغرافيا السورية. يعني مؤخرا كان لهم أيضا أمسية في السويد. في أمسيات متعددة ما بدي يعني أستاذ ملهم يعني حضرتك ذكرت لنا أنه يمكن الأمر الطبيعي أنه نحس بها الروحانية اللي بيعطينا إياها
قدس الأب الياس زحلاوي برفقة جوقة الفرح، لكن شو يمكن الجديد أنه يتم محاورتهم لهالأشخاص ويتم يعني إخراج هالطاقات الجوانية منهم وتعرف عليهم بشكل شخصي أكثر. كيف كان صدى هالندوة، خاصة أنه كان مثل ما ذكرتنا أنه برافقة حضور يعني فني؟ يعني أريج أنا يمكن بدي 10 أمسيات لأقول اللي أنا قدرت أسمعه وأبحثه وأيضا لأثير نقاط يعني شعرت أنه مو كل التفاصيل اللي بالكواليس يعني ظهرت، والحقيقة هي أنت لما بتتعرفي عليها تكبري يعني هذا الفعل خلف هذه الجوقة، وتكتشفي فعلا أن هذه الجوقة هي عبارة عن مؤسسة إدارية ويعني الإدارة فيها بالغة الحساسية وبالغة الدقة يعني مثلا على سبيل المثال الجوقة الأم جوقة الفرح طبعا هي مقسمة، لانه بلغ عددهم اليوم ما يقارب يعني بتصريح الاب الياس زحلاوي 620 عضو. تخيلي بهذه الجوقه في الحفيد وفي الجد، يعني مثلا ممكن تلاقي في بهذه الجوقه عائله او في زوجين، في زي مثل ما قلنا هنا 5 جوقات فرعيه حسب العمر وحسب ايضا المرحله الدراسيه، من التحضيري الى جوقه الابتدائي، فالجوقه الاعدادي الثانوي بعدين الجامعي وبعدين الكبرى. فايضا قاده الجوقات اللي كانوا معنا مثل ما قلت لك كمان حكينا معهم، يعني حاولنا نحاورهم ضمن الوقت كما قلت يعني المتاح، وكان الحقيقه يعني هذا النشاط اللي هو نشاط أماسي الشهري الذي ترعاه وزارة الثقافة وتكرم من خلاله طبعا المبدعين السوريين، أيضا كان لوزارة الثقافة في هذه الأمسية دور التكريم والاحتفاء أيضا بحضور معاون وزير الثقافة الأستاذ علي المبيض اللي بنوجه له أيضا تحية عبر منبركم، كان حاضرا وأيضا مدير الثقافة مديرة مركز الثقافي أبو رماني، وتم تكريم الأب الياس زحلاوي. اللفتة الكريمة يعني اللفتة الرائعة التي لمست الأب ولمستنا جميعا هي الحقيقة الفنانة التشكيلية دعاء بسطاطي. دعاء هي فنانة تشكيلية طبعا، يعني أنا آسف لهذا التعبير بس لنوضح، هي مسلمة رسمت أكثر من لوحة للسيدة العذراء، قدمت أيضا واحدة من لوحاتها هدية للأب الياس زحلاوي. يمكن لهون الموضوع عادي يعني ممكن أن نجد، لكن اللي يعني هو غير عادي أن هذه الفنانة التشكيلية المتفوقة وهي خريجة طبعا كلية الفنون الجميلة ولدت بدون ذراعين، فكان اللقاء جدا مؤثر بالنسبة للأب، ويعني ما بتتخيلي قديش يعني الحقيقة أخذ وقت منيح وهو عم يعلق على اللوحة أمام الجميع، فكان الكثير في هذه الأمسية الكثير من الحميمية، كان في إضاءة على بعض التفاصيل ربما كنا نحتاج إلى وقت أكثر، لكنها وقفة كان لابد أن نقفها وأن نقدم كل التحية وكل الاحتفاء وكل التقدير لهذه الجوقة. أكيد كل التحية والتقدير لجوقة الفرح لكل أعضاء الجوقة. بالختام أستاذ ملهم، هي مو بتقيم ندوة لتحكي عن مبدع سوري أو محطة سورية مهمة أو جوقة أو أي فنان، قديش فيها مسؤولية يعني لحضرتك لما تكون خلال ساعة ونص أو ساعة بدك توقف عند محطة سورية مهمة عند مبدع، فيها مسؤولية وتحدي لإلك، يعني هي مو أول مرة بنستضيفك على شاشة الإخبارية ومو أول مرة بنحكي عن إبداع سوري مميز ضمن ظروف صعبة عم نعيشها، ليش هيدا التحدي؟ يعني أنا كنت بالختام بدي وجه طبعا المعايدة للإخبارية السورية لعامليها لإدارتها، لأنها الحقيقة كانت حاضنة يعني أساسية لمشروع أماسي واللي هو المشروع الشهري واللي هلأ اليوم صار عمره سنة، يعني بال2017 بيكون صار عمره سنة هذا هذا الكائن الإعلامي اللي هو اسمه أماسي. الحقيقة هو كما قلت يعني يديم بفضل أكيد للإخبارية السورية، فإن شاء الله الإخبارية السورية يعني عيد ميلادها مجيد وأيضا للعاملين. شكرا. من هون سأنطلق أيضا إلى أنه صح المهمة صعبة، لكن هي كانت سهلة بتعاون هذه القنوات الوطنية. تحدي ومسؤولية والنقد لحضرتك لما يعني تمام. هذا كمان اللي فيه تحدي ومسؤولية تمام. تماما، لكن الحقيقة يعني هي الضريبة ربما، لكن هذا ما بيلغي يعني الرغبة في المغامرة وشغف المغامرة والاكتشاف.
هذا كله أوكي طيب يعني، بس لازم نوقف وننحني أمام هذه القامات التي قدمت، القامات الوطنية التي قدمت والتي راكمت. نور معك حق، كيف فيك تختصري 60 سنة؟ كيف فيك تختصري مسيرة 40 سنة؟ لا، والبحث عن هذه القامات والبحث عن ما هو جديد، ما عم أقول بالمطلق، لكن ما هو ما يكامل تماما، ما هو يكامل، أما التكرار فسيمل الجمهور. إن شاء الله بال 2018 آمل يعني أن تستمر هذه المسيرة، وأن نستطيع أن نقدم للقامات السورية الوطنية أي إضاءة أو يعني ما هو الحقيقة أي احتفاء إن شاء الله نستطيع أن نقدمه في 2018 يعني برفقة أكيد الإخبارية. نحن دائما حاضرين برفقة كل شخص عم يقدم من قلبه لبلده، عم يظهر هالقامات الفنية الرائعة. نحن نتمنى لك كل التوفيق أستاذ ملهم، وإن شاء الله دائما من نجاح لنجاح، وأكيد نحن مرافقينك. شكرا، شكرا أريش، شكرا نور، إن شاء الله عيد ميلاد مجيد عليكم وعلى سوريا، ونلتقي إن شاء الله في 2018 على خير. نالله راد. أستاذ ملهم الصالح الناقد الإعلامي، شكرا لك، إن شاء الله 2018 تحمل كمان العديد من المحطات الهامة لحضرتك. شكرا كثير لك. شكرا.